إنها عيون طنجة، العيون التي تسقي الماء في كل رمضان لسكان طنجة ونواحيها. عدد من السكان يلجون إلى هذه الأماكن بمنطقة الرميلات وبمناطق أخرى بطنجة لأجل التزود بالماء، هذه المادة الحيوية التي يرون أنها مهمة في هذا الشهر على مائدة الإفطار. كثيرا ما يغير الصائمون وجهتهم نحو مقاصد ووجهات عديدة وجدوا فيها راحتهم المثلى خلال هذا الشهر المبارك بمدينة طنجة. تعددت العادات والتقاليد بمدينة البغاز، ففي الوقت الذي يكتفي آخرون بممارسة رياضة المشي وهوايات أخرى، يقصد آخرون عدد من الغابات والأماكن الوافرة الظلال بالمدينة. ومن بين هؤلاء صائمون اختاروا من زماننا أن تكون على موائد إفطارهم مياه تدفقت من عيون وآبار تنتشر بعدد من الأماكن شرق وغرب المدينة. يلجأ العديد من الصائمين في مدينة طنجة إلى منابع المياه والعيون كقبلة مفضلة في شهر رمضان، خاصة في الساعات التي تسبق موعد الإفطار، من أجل التزود بالماء والاسترخاء وتزجية الوقت والتنزه. وتشهد منابع للينو والرميلات وعين كلاوي إقبالا كبيرا وحاشد، بحيث يتوجه إليها ساكنة مدينة البغاز من أجل التزود بالمياه العذبة في الوقت الذي يختار فيه آخرون شراء هذه المادة الحيوية من أسواق وأحياء عديدة بالمدينة، بعيدا عن ازدحام وسط طوابير طويلة بالقرب من هذه المنابع التي تشكل مورد رزق للعديد من الشباب في هذا الشهر. في المصالح الشرب مزيان بزاف، هذا معروف في طنجة، طنجة كاملة كتجي تسقي من هنا. حنا كنحديوها، حنا ملي كناش هنايا كنقابلوها مزيان، ما كناش كنقابلوها ما تجبرهاش نقيها إلا هذا الشهر. وحسن الناس عاو كيشكرونا كيجبرونا عاو كنقابلوها عاو كيتعاملوا معنا عاو حنا عاو كنتعاملوا معاهم، فهمتي. عادة وإن كان جاري بها العمل منذ سنوات، فإن روادها يكثرون خلال شهر رمضان، بحيث أضحى التزود بالماء في رمضان لازمة يومية لكثير من الأشخاص، وهو أمر بالنسبة للبعض لا يمكن التخلي عنه. على حسب كنجيو على حسب هاد العين هادي، حسب الما ديالها ما فيهمش شي كاركر، على حسب ما دروبيني فيهم كاركر كينفخونا مع دابا رمضان كينفخونا المصارن. كنجيو لهاد العين هادي وكنجيو العين اللي فوق منا، كاين العين دكلاوي عاوتاني كاينه في الغابه، وعين طابه كنمشيو ليها حتى هي. الماء ديالهم زعما ما طبيعي، ماشي بحال الماء الروبيني. في شهر رمضان يصبح الصائمون بمدينة طنجة من هواة التزود بمياه المنابع وجهة مفضلة للكثير منهم من أجل قضاء وقت ممتع قبل أذان صلاة المغرب وحلول موعد الإفطار الذي يقود بدوره أسرا عديدة بمدينة البغاز لتناوله بالقرب من هذه المنابع التي تسقي ماء في رمضان وفي غير رمضان.